باسم الأمة رئيس الجمهورية مادة واحد تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة متهمة مصرية. في 26 يوليو 1956 أعلن جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية قرر تأميم شركة قناة السويس بعد أن سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالي بطريقة مفاجئة لمصر. كانت الصرخة القوية في الميدان في اسكندرية صرخة أطلقها جمال وإحنا أممنا القناة ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي وقاموا بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك، وكان أول ردا على قرار تأميم شركة قناة السويس قيام كل من فرنسا وبريطانيا بتجميد الأموال المصرية في بلادهم، فيما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال شركة قناة السويس لديها والتي تقدر بنحو 43 مليون دولار. وبلغ مجموع الأموال المصرية التي تقرر تجميدها في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة ما يزيد عن القيمة المالية لشركة قناة السويس. وطلب مدير شركة قناة السويس من جميع اتحادات أصحاب السفن بأن يدفعوا رسوم المرور في القناة إلى شركة قناة السويس وليس إلى الحكومة المصرية. وبلغت نسبة مجموع الرسوم التي دفعت إلى الحكومة المصرية منذ التأميم وحتى إغلاق القناة 36% تقريباً، والباقي دفع لشركة قناة السويس، وهو المبلغ الذي تكرر خصمه من مجموع التعويضات التي دفعتها الحكومة المصرية للشركة أثناء مفاوضات التعويض. وفي 5 أغسطس العام الماضي أعطى الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة بدء تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة. نأذن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ببدء حفر قناة السويس الجديدة لتكون شريانا إضافيا للخير لمصر ولشعبها العظيم وللعالم أجمع. لتكون ممرا ملاحيا يحظو الممر الملاحي الحالي ويمتد بطول 72 كيلومتر ومنها 35 كيلومترات حفر جاف ونحو 37 كيلومتر توسيع وتعميق لأجزاء من المجرى القديم للقناة بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة، ويصل إجمالي تكلفة المشروع نحو 8.2 مليار دولار. وتساهم القناة الجديدة بتقليل زمن انتظار السفن من 11 ساعة إلى 3 ساعات على الأكثر، وزيادة الطلب على استخدام القناة، وزيادة القدرة الاستيعابية للسفن العابرة إلى 97 سفينة من 49 سفينة، وارتفاع العائد المتحقق من نحو 5 مليارات دولار إلى أكثر من 259 مليار دولار. القوات المسلحة هي المشرفة على مشروع قناة السويس الجديدة، وعدد من الشركات العاملة في المشروع بلغت نحو 53 شركة، وعدد معدات وآليات الحفر بالمشروع بلغ نحو 5000 معدة تعمل في أعمال الحفر. قاد الفريق مهاب مميش أول سفينة عملاقة تمر في الممر الملاحي الجديد، وينتظر العالم الاحتفال التاريخي بافتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس، حيث يشهد الاحتفال أكثر من 50 رئيس دولة وزعيم وعدد من الوفود العربية والأفريقية والعالمية. قناة السويس الجديدة التي نفذها مصريون بأموالهم وإرادتهم وعزيمتهم. من ساعة لما قناة السويس اتحفرت وهي عاملة مشاكل لمصر وطمعت الناس أكتر في مصر، ولما اتقال إن هيبقى في السنة اللي فاتت الرئيس قال هنعمل قناة جديدة، الطمع زاد على مصر والقلق زاد على مصر. ده معناه إن إحنا من الأول عارفين موقعنا الجغرافي مهم إزاي، من يعني من أول وفات السنين عارفين ده مصر في وسط العالم وكذا وكذا، بس إحنا بقى نسهل التجارة العالمية
ونكسب من كل سفينة بتعدي، ده بيطمع أكيد دول كتيرة وبتخلي بيخلي العيون أو العين أكتر على مصر. نتكلم النهارده عن قناة السويس من أول لما كان فيه فكرة من أيام الفراعنة، أجدادنا الفراعنة، إنهم يربطوا البحرين ببعض، وليه الفكرة دي ساعتها نجحت ما نجحتش، ليه ما عملوهاش بالشكل اللي احنا عارفينه، كل الكلام ده هنتكلم عليه بالتفاصيل. وهنتكلم طبعا عن قناة السويس الجديدة. وخلونا نرحب مرة تانية بالكاتب والمؤرخ أستاذ محمد الشافعي. أهلا بيك. أهلا بيك يا شيخ، منورنا. الله يخليك. ليه قناة السويس عاملة قلق؟ اللي أنت قلته في مقدمتك، إحدى العرافات في العصر الفرعوني لما جه الملك يحفر القناة فطلبت منه ألا يفعل، لأن الحقيقة الملك نخاو وقالت له أنه هذا سوف يزيد مطامع الدول المحيطة بك في مصر، وهيبقى خيرها لمن حولها، وهتبقى سبب مشاكل كثيرة جدا لمصر. وبالمناسبة محمد علي لما عرض عليه مشروع القناة لم يوافق على حفر القناة لأنه كان متأكد من ده، لكن محمد علي كان دايما عنده نظرة وفضل انه يعمل القناطر الخيرية، انه يشتغل على النيل بدل ما يشتغل على القناة. لكن على اي حال القناة فكرة قديمة جدا، فكر فيها الملك قمحطب الاول قبل يمكن 2000 سنة قبل الميلاد. لكن اللي حفر اول قناة كان الملك سنوسرت الثالث الملك الفرعوني، ولم تكن القناة تصل مباشرة بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، كان بتوصل بينهم من خلال واحد من فروع النيل. النيل في الوقت ده كان 7 فروع، وغالبا كان الفرع اللي اسمه الفرع البيلوزي اللي هو كان اقرب لمدينه القلزم اللي هي مدينه السويس الحاليه. النيل كان 7 فروع؟ كان 7 فروع يعني، مش دمياط ورشيد بس، لا لا، كان 7 فروع. راحوا فين؟ شربناهم يعني انت عارف العوامل الجغرافيه، ويعني المهم انه بقى النيل شكله الحالي. وتكررت المساله دي اكتر من 7-8 مرات، الملك سنوسرت وبعدين الملك نخاو، وبعدين جه الفرس عملوا قناه، والاغريق عملوا قناه، والرومان عملوا قناه، والاسكندر الاكبر كان بيفكر يعمل قناتين مش قناه، لكن الحقيقه عارف انه مات بدري قوي، مع يعني مات صغير خالص ما لحقش يعمل قناتين. ولما الفتح الاسلامي جه على مصر، عمرو بن العاص استاذن سيدنا عمر بن الخطاب انه يحفر القناه، فقال له لا، لكن عيد حفر القناه الرومان. وبالمناسبه عمرو بن العاص عاد حفر قناه الرومان في 6 شهور بس. وكان طلب عمر بن الخطاب انه لا يستخدم المصريين في حفر القناه حتى لا يتهم المسلمين الفاتحين بانهم يسخرون المصريين في اليوم. برضه نظره حلوه قوي بالتاكيد طبعا. لكن لحد ما جه محمد علي، ومحمد علي رفض الفكره مشروع. يعني هو مرفضها لانه كان عنده النظره الاستراتيجيه دي انه سوف تزيد القلاقل والمطامع في وده الحقيقي ده اللي حاصل واحنا شايفينه يعني. ولكن الحقيقه اللي كان مهتم قوي بالقناه الفرنساويين، وكان في راجل اسمه سان سيمون، ده من المصلحين والمثقفين الكبار، وكان عمل جماعه اسمها سان سيمونين، دول هم اللي وضعوا اول فكره لقناه السويس، وعملوا جمعيه للدعوه الى حفر قناه السويس. لحد ما جه فرناند ليسيبس، وليسيبس ده كان والده كان قنصل في فرنسا في مصر، ثم هو كان صغير صاحب الوالي سعيد. سعيد الوالي سعيد كان ابن محمد علي، هو صاحبه، كان يقال انه محمد علي اوكل لليسيبس يعني الاشراف على تعليم سعيد، فكان بياكله مكرونه، سعيد كان بيحب المكرونه، فده اقاويل. المهم انه ليسيبس ذهب ثم عاد مره اخرى كقنصل لفرنسا، فوجد في مكتب القنصل السابق مشروع سان سيمونين، فسرقه الحقيقه، سرقه وقدمه وقدمه باسمه للوالي سعيد، واستطاع ان يقنع سعيد، ولكن للاسف استطاع مش ان يقنعه بس، استطاع ان يقنعه بان تصبح شركه قناه السويس دوله داخل الدوله. متابعة لفرنسا. سعيد منحه اراضي يا شريف تقريبا كل اراضي محافظات الاسماعيليه وسعيد والسويس والشرقيه، ويعني كل والاراضي المحيطه بالترع الحلوه اللي هي ترع الاسماعيليه اللي موجوده دلوقتي، كل شيء، وقدم له 4 أخماس العمال بالصخره مجانا، وكل شيء عفاه من الجمارك لكل الحاجات اللي هيجيبها عشان يستخدمها في القناه. يعني الحقيقه لما جه بقى الخديوي اسماعيل وجد كارثه حقيقيه موجوده يعني سعيد ساب تركه مثقلة جدا، كارثه للخديوي اسماعيل، كارثه. فالحقيقه اسماعيل حاول يفلفص ما قدرش، فاضطر انه يعمل كارثه اكبر، انه يلجا للتحكيم.
يعني كان دولي مش دولي، يا ريت دولي، ده راح للامبراطور نابليون الثالث امبراطور فرنسا. اه تمام. فبقى خصمه حكم. هو ده تحكيم؟ ما هو يعني فحكم على مصر ب 3 مليون جنيه في الوقت ده، يعني مبلغ شديد. 1800 وايه؟ 1864 64 يعني قبل الفتح القناه بخمس سنين، ومقابل انه ديليسيبسي رجع جزء من الاراضي اللي خدها من سعيد. فاصبحت مصر بتقدم العمال، كانت بدايه الديون على مصر. هو ده طبعا بدايه ده. فاضطر يبيع اسهم مصر في القناه واشتراها الانجليز. بقى مصر بعد كده جه توفيق باع حصه مصر في الارباح ل 15%. يعني الدنيا فضلت بقت مش بتاعتنا خالص. الغريب يا شريف ان القناه تقريبا اتكلفت حوالي 18 مليون جنيه استرليني في الحفر، انت دافع منهم 17.8. المفروض ان انت تشوف ان ده دافع. دفعت كم؟ 17.8. وهي كلفت كم؟ 18 مليون. فانت دفعت كل التكلفه تقريبا 90%. لا طبعا اكتر من 90%. وقدمت العمال اللي هو انت عارف انه ساهم في حفر القناه دي 1.5 مليون مصري. ده في 120,000 ماتوا. ما هو لا ما انا هقول لك اهو، 1.5 مليون مصري، عدد المصريين كان 4.5 مليون. مات 120,000. رقم رهيب. الغريب طبعا انه كل ناتج الحفر كان 74 مليون متر مكعب فقط، لانه القناه كانت صغيره وعمقها كان 8 متر بس زي اي ترعه دلوقتي. يعني القناه الجديده دي 500 مليون متر مكعب ناتج الحفر، وساهم فيها 41,000 واحد بس. يعني وماتش ولا واحد؟ ومات 14. 14؟ 14 في اللي هو الحقيقه في نصب تذكاري باسمائهم موجود. فانت القناه بعد كده خلتك مستهدف الاحتلال الانجليزي جه بقى. يعني 1882 انت فتحت القناه، 1869 الانجليز اشتروا اسهم مصر تقريبا كان 45% من الاسهم او حاجه 40% من الاسهم. ما اكتفوش بس، مش عايزين يسيبوا فرنسا تبقى هي المسيطره على قناه السويس، جم احتلوا مصر بكاملها سنه 1882، واستمر الاحتلال الانجليزي 74 سنه. لحد ما جت ثوره يوليو بدات مفاوضات الجلاء. فانت كل القناه كمان اجبرت مصر ان تشترك في الحرب العالميه الاولى الإنجليز عشان الحاجات تعدي منها. لا عشان الانجليز يحموا القناه. يحموا القناه. واجبرت مصر انها تشترك في الحرب العالميه الثانيه، فانت بقيت تنضرب من القوات المعاديه للانجليز. دي ودي. سواء في الحرب العالميه الاولى او الحرب العالميه الثانيه. يعني وكانت في صراع ما بين انجلترا وتركيا على مصر، انت عارف مصر كانت ولايه تركيه المفروض. عثمانيه. حكم العثماني. والانجليز هم اللي وضعين ايديهم. والانجليز اعلنوا الحمايه على مصر 1914. وبعدين ادوا مصر يعني حاجه كده شبه استقلال 1922 اللي هو البيان بتاع فبراير 1922. ده كله عشان مصر تبقى تخلع من الولايه العثمانيه وتبقى تحت الهيمنه الانجليزيه مباشره. كل ده سبب رئيسي فيه كانت قناه السويس بالتاكيد. الطمع الغلب بالتاكيد. يعني اصل بص، في بعض المشاهدين دلوقتي ممكن يكونوا مش فاهمين ليه. يعني هنقولها لهم بس بشويش، ان التجاره العالميه المراكب اللي بتحمل البضائع دي كانت الاول بتلف حوالين قاره افريقيا اللي احنا فيها. قاره افريقيا دي كبيره جدا. طريق رأس الرجاء الصالح كانت بتاخد مثلا خمس ايام مثلا. هي خمس ايام كانت على قناه السويس. بالظبط. قناه السويس بقت شبكه البحر الاحمر بالبحر الابيض. فالبواخر دي او المراكب الكبيره اللي بتنقل التجاره بدل ما تلف كل ده بقت تعدي من حته صغيره جدا. انت اختصرت الجغرافيا وصنعت التاريخ. يعني قناه السويس دي انا دايما اقول عليها انها اختصرت الجغرافيا وصنعت التاريخ. ودايما اقول عليها كمان انها شريان الوطنيه المصريه، يعني هي الترمومتر الوطنيه المصريه. كل حروبك دارت حواليها. صحيح. يعني 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 حتى حتى من قديم الزمن لما الهكسوس جم من الحته دي. الحته دي يعني هي المنطقه دي هي بوابه مصر الشرقيه. المدخل الشرقي. بوابه مصر الشرقيه. فانت عندك اولا هي قناه السويس كانت سبب رئيسي في انشاء مدينتين مهمين جدا، بورسعيد واسماعيليه. بورسعيد سمت تيمونا باسم الوالي سعيد، واسماعيليه تيمونا باسم الخديوي اسماعيل. لكن السويس دي مدينه قديمه قوي موجوده من الاسره الخمسه الفرعونيه، وكان اسمها القلزم، والبحر الاحمر نفسه كان اسمه بحر القلزم. فلكن انت الاعمار المنطقه دي تم بسبب قناه السويس. طيب خلينا نتكلم بقى عن الفتره بعد ثوره يوليو. ايه اللي حصل في القناه والزعيم عبد الناصر اممها وبعد كده حصلت الحرب والكلام. شوف يعني عبد الناصر جاي وفي ذهنه مشروع تاميم قناه السويس. يعني انت عارف ان انا ليا تقريبا 7-8 كتب عن قناه السويس. يعني كتابين بشكل مباشر عن قناه السويس. كتاب الاول اسمه قناه السويس ملحمه شعب وتاريخ امه، والكتاب الثاني يصدر بكره. انا اديت الفريق الاعداد بتاعك حكاوي القناه، نزلوا لنا انشوده العرق والدماء. ويعني هو تقريبا الكتاب ده الجزء الاول
من الكتاب ده ان شاء الله هيبقى على جزئين معانا على الشاشه. الحقيقه حكاوي القناه انشوده العرق والدماء. ده المفروض في الحفل الافتتاحي يتوزع. هيتوزع في الحفل الافتتاحي يعني هيبقى النسخ هتوصل هي قناه السويس يوم الاثنين بعد بكره. وبعدين ده لازم يترجم للغات اخرى. والله نرجو ذلك ان اخواننا في قناه السويس يعني يتولوا الامر. الحقيقه الكتاب صادر عن الهيئه العامه للقصور والثقافه وهم الحقيقه عاملين نشاط كبير بمناسبه ال كتابك هينور الافتتاح واكيد انت هتنور الافتتاح. والله ما رضيت ان بتصلني دعوه رسميه لكن على اي حال دي مساله ما انت بتفرش معاك الحاجات دي اصلا يعني انت بتعمل تشتغل لانه انا عندي كمان كتاب عن كل مدينه من مدن القناه السويس مدينه الابطال بورسعيد باب التاريخ اسماعيليه ارض الفرسان وكتاب عن السمسميه بصفتها مشاركه في حروبنا دايما اسمه انغام المدافع وكتاب اسمه شموس سماء الوطن عن المرحله كلها. يعني الحقيقه انا يعني مفتون بتاريخنا الوطني في المنطقه دي لانه انا اتولدت بالصدفه في مدينه الاسماعيليه. انا والدي كان بيشتغل في البوليس. لا انا اليوبي والله. بس والدي كان بيشتغل في البوليس في الاسماعيليه فانا اتولدت في الاسماعيليه عارفها لحد 67 طبعا لما هاجرنا القريه تهجير. فلما جه عبد الناصر كان عنده مشروع تنموي حقيقي للبلد دي عماده العداله الاجتماعيه وكان من اللحظه الاولى هو عايز يامم قناه السويس لكن ما يقدرش يأممها وموجود حوالي 100,000 عسكري وضابط انجليزي في معسكر الجلاء في منطقه اللي هي اسمها كان اسمها قاعده القناه. ففضل يشتغل على الفكره العداله الاجتماعيه يعني في بعد 48 يوم كان بيطلع 3 قرارات اللي هو قانون اصلاح الزراعي الاول وقانون عدم الفصل التعسفي للعمال وقانون تخفيض الايجارات السكنيه. واشتغل في الحكايه دي وبدا يفكر في بناء السد العالي وعرض مشروع السد العالي على انجلترا وامريكا والبنك الدولي رفضوه. هم الحقيقة وافقوا وبعدين حطوا شروط عايزين يراقبوا الموازنه العامه للمصري يعني عشان هو عايزين يراقبوا اي حاجه عشان لا عشان ما تستوردش اسلحه. هو عايز يفضل دايما هو فيوم 20 يوليو خلي بالك من التوقيتات دي يا شريف مهم قوي. 20 يوليو 56 جاله رفض من امريكا وانجلترا والبنك الدولي احنا مش هنمول السد العالي رغم ان هم مقتنعين. هو قعد يدرس هو طبعا عنده فكره انه هيأمم قعد يدرس 4 أيام لوحده وبعدين يوم 24 كان بيفتتح مشروع في مسترد. كان ماسك هيئه البترول واحد عظيم جدا اسمه محمود يونس. طبعا فقال له يا محمود الحقني على المكتب. هو اللي ماسك بعد كده قناه السويس. هو الحقني على المكتب اربعه خلي بالك 24. فقال له راح له محمود مع يونس المكتب قال له محمود انا عايز أأمم قناه السويس. قال له امتى يا ريس؟ قال له يوم 26 بعد يومين. 26 يوليو 56. فمحمود يونس كان معاه حميد ابو بكر كان نائب رئيس هيئه البترول قال له يا فندم معايا حميد قال له تعالى فقال لهم ادي خدوا شويه الورق دول الدراسات دي والكتب كان اهمها كتب الدكتور مصطفى الحفناوي واحد من اهم طبعا. الناس اللي اشتغلوا محمود يونس هو اللي مسك بقى القناه. خلي بالك ان اللي امم القناه بقى 28 شاب مصري صغيرين جدا يعني محمود يونس خد 28 واحد واممه مكتب اسماعيليه مكتب السويس مكتب بورسعيد ومكتب جاردن سيتي في القاهره. طبعا ساعدهم الجيش ساعدهم الحرس السعودي يعني ساعدهم بس هم الشباب اللي عملوا 28 واحد. محمود يونس اشتغل بقى خلال اليومين دول حوالي 70 ساعة اقل من 70 ساعة يعني كان الساعة 12 مع الرئيس وراح 26 رئيس قال الخطبة بالليل اتأجلت ساعة ونص على مجاله تقرير المخابرات عن القوات الانجليزية موجودة فين في قبرص ومالطا والحاجات دي يعني وكانت كلمة عشان السر يستعدوا طبعا كلمة السر كانت ديليسيبس وتأممت قناة السويس وحصل بقى يعني هرج ومرج عالمي مش يعني تعرف انه كان طبعا الدنيا اتقلبت علينا طبعا بالتاكيد طبعا انجلترا وفرنسا وجابوا الكيان الصهيوني معاهم عشان يعملوا مؤامره ومؤامره العدوان الثلاثي وعملوا حاجه اسمها مؤتمر لندن. والعدوان الثلاثي كان بسبب كل ده تاكيد بسبب قناه كل واحد عنده سبب. انجلترا كان عايز كل واحد عنده الطمع بتاعه انجلترا عايز ترجع تاني فرنسا عايزه مصر تبطل تساند ثوره الجزائر الكيان الصهيوني عايز مصر ما تبقاش دوله قويه فكل واحد عنده سببه والامريكان يعني كانوا بيراقبوا من بعيد لبعيد وحصل مؤتمر لندن وبعده لجنه اسمها لجنه مينزيس اللي كان رئيس وزراء استراليا وقعد مع عبد الناصر. عبد الناصر ما عجبوش الكلام وساب المباحثات مع الراجل ده ومشي وحصل العدوان الثلاثي ومصر خرجت بشكل او باخر منتصره في هذا العدوان الثلاثي لانه عبد الناصر حقيقه احتمى بالشعب المصري. معانا على فكره جورنال الاهرام ده كان يوم كام؟ او موالنا وحقوقنا ردت الينا الرئيس يعلن باسم الامه باسم الامه. كان يوم كام يا حسام ده جوه؟ مكتوب التاريخ كام؟ كام؟ بعيده قوي انا مش شايفها. انا طبعا انا برضو مش قادر كان معانا دكتور العيون كان يقول لنا اوكي يعني انا حقيقه عجبني قوي الصيغه اللي كان اختارها الرئيس عبد الناصر باسم الامه الحقيقه يعني فالصيغه كانت صيغه محترمه جدا و طب احكي لي بقى دلوقتي
حصل العدوان الثلاثي على مصر وقلنا من الثلاث دول دول وكل واحد طمعان في حاجه. مظبوط. حاجه عبد الناصر احتمى بالشعب وقال سنقاتل، وبعدين راح جامع صلى الجمعه في جامع الازهر وطلع على منبر الازهر وقال سنقاتل سنقاتل، ودي بقى اصبح ده شعار مصر كلها، سنقاتل وسنقاتل. الجيش ما لحقش طبعا لانه نزلوا في بورسعيد. عبد الناصر استفاد من خطا عرابي، عرابي ما قفلش القناه لان ليسيبس ضحك عليه. ليسيبس قال له لا تغلق قناتي، اي جندي انجليزي اي جندي انجليزي سيدخل سوف اتي بجندي فرنساوي. ديليسيبس كان عنده ازمه في العوائد القناه فسمح بمرور السفن الانجليزيه وخد بدلها، خد رسوم المرور في القناه وتتحرق مصر ملوش دعوه بالحكايه دي. بس هو مش مصري، واحد فرنساوي. بالمناسبه ديليسيبس مات في السجن مسجون في قضيه نصب في قناه بنا، يعني هو راجل من البدايه راجل من البدايه نصاب يعني. فعشان اخواننا اللي عايزين يرجعوا تمثال ديليسيبس قدام القناه يا ريت يرجع، لو عايزين يرجعوا إيه التاريخ يرجعوا معاه كمان حكم ان الراجل نصاب ومات مسجون يعني. في مجموعه كده يعني فرانكو اراب كده عايزين يرجعوا ديليسيبس، لكن الحقيقه حلوه قوي ان احنا عملنا تمثال للفلاحه المصريه وتمثال للعامل المصري وتمثال للفلاح المصري. صحيح. ده شيء رائع جدا ان احنا عملناه عشان القناه الجديده. هنرجع بعد كده نتكلم عن حرب 67، حرب الاستنزاف حصل ايه لمنطقه قناه السويس، وبعد كده حرب وتم اغلاق القناه. طبعا هي اغلقت في 56 شويه وفغلقت في 67 كتير، بس قعدت قعدت 9 سنين. مظبوط الكلام ده، لغايه لما السادات فتحها مره ثانيه. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه نستكمل كلامنا عن تاريخ قناه السويس مع الكاتب والمؤرخ استاذ محمد الشافعي. خليكم معانا لو سمحتوا.